متابعين كيف تهما مزيانين بخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم نقدم معكم الغرونك، انا عمرو فران ان شاء الله. مطلوب بصل، الربيع، تهما محكوكه، الزيت بلديه، وغادي نعدل ان شاء الله في الفران. نخدموا هذوك معهم في الفران، باش ما عرفتش واش مكرونه رفق مع مكرونه. مطلوب بصل محكوكه، تهما، الربيع، صراحة كيعجبني فرا احسن من طنجرة. نعملو معاهم تبصل مقطعة مدورة، نعملو في لاطا هيدا مع بصل، نسمعو شوية الزعفران، شوية اللبزة، شوية الخرقوم، راه مزيان وفحال لي مشويش. يجيبني صراحة هذا الغرفة، نطرح شوية زيت بلدية، نقدم معكم في الفرن ان شاء الله. ها هو لمن يوجد سنقدمه معكم ان شاء الله يا ربي. انا جبت الحوت في كان فران، خرجته مس مكرونه مسلوقه بشاميل، هيا بالدجاج مشحر وبصله، تاي معها بالصحه والراحه.